أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي عن تسجيل 14 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 على صعيد الجهة خلال 24 ساعة الماضية. للمزيد عن الوضع الوبائي في بلادنا وفي جهة مراكش آسفي خصوصا ينضم إلينا دكتور جواد سمعاني طبيب الاختصاصي في الصحة العامة وعضو الخلية الجهوية لليقظة الوبائية بجهة مراكش آسفي. دكتور أهلا بكم. السلام عليكم، كنشكر قناة ميدي أن تي في اللي تحت لي هذه الفرصة. رمضان مبارك سعيد، حفظ الله وطننا الحبيب. مرحبا بكم دكتور. شكرا. بالنسبة للوضع الوبائي، أود أن أسألكم عن تطور الوضع الوبائي في جهة مراكش آسفي تحديدا، تفضل دكتور. شكرا. بالنسبة للوضع الوبائي في جهة مراكش آسفي إلى غاية الرابعة من مساء اليوم كما خبرتنا بعد قليل، يعتبر مستقر ومتحكم فيه، بحيث سجلت الجهة 1190 حالة مؤكدة بزيادة 14 حالة كما خبرتنا في 24 ساعة الماضية، مع زيادة حالة واحدة من 10 صباح إلى الحال. كان واحد ارتفاع من الموت والحمد لله في عدد المتعافين ب 766 حالة، أي بنسبة 65% ديال الاستشفاء، 374 حالة قيد العلاج بالمؤسسات الاستشفائية، والحمد لله لم تسجل أي حالة وفاة في 24 ساعة الماضية، مع ترحمتنا على الوفيات الخمسين اللي كانت في الجهة ديال مراكش. أما الحالات المستبعدة فقد بلغت قرابة 6000 حالة، وهذا راجع للمجهودات الجبارة اللي كتقوم بها الخلية الجهوية لليقظة الوبائية تحت إشراف السيدة المديرة الجهوية، وكذلك فرق التدخل السريع المنتشرة عبر تراب المدينة اللي كتقوم بمحاصرة الحالات والبؤر المعلنة من خلال تتبع الصحي الدقيق للمخالطين. هذا الشيء ما كاين فيش كباقي المدن المملكة ظهور بعض البؤر العائلية اللي كترجع لبعض التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولكن على العموم لاحظنا في الأسابيع الأخيرة درجة عليا من الوعي عند السكان والالتزام بالإجراءات ديال الحجر الصحي اللي سهر عليها السلطات العمومية بكل تفاصيله. دكتور سمعاني، في الواقع جهة مراكش آسفي لا زالت تسجل المزيد من الحالات، هل الأمر يتعلق بحالات متفرقة فقط أم بالمخالطين أساسا أم بالبؤر أم ماذا تحديدا؟ هي الوضعية الوبائية في مراكش هي الحالات اللي كنكتشفوهم غالبا واحد النسبة ديال 80% كيكونوا المخالطين اللي كيقوم اكتشافهم وكيقوم بتحليلات المخبرية ومراقبتهم واحد المراقبة وبائية دقيقة. ولهذا ما كيشفيش انه بعد الحالات الوبائية كتظهر بعد الحين والاخر اللي كيتم التحكم فيها. طيب ماذا عن الحالات الحرجة والحالات المعقدة في أوساط المصابين؟ هل لديكم الكثير من الحالات الحرجة أم أن معظم المصابين هم في حالات صحية لنقل بسيطة؟ إلى الآن من بداية الجائحة كان وصلوا تقريبا 84% ديال الحالات اللي هي حالات بسيطة، تقريبا متمكن منها وتحت البروتوكولات العلاجية. الحالات اللي زعما اللي كتطلب واحد العناية مركزة هي قليلة جدا في الأونة الأخيرة. كاين أرقام عن الحالات التي هي لنقول في وضعية حرجة حاليا أم أن الأمر يتطور باستمرار؟ هو الامر يتطور بين ساعه وساعه وفين الاخرى، ما نقدرش نعطي واحد رقم محدد في الان، ولكن هما كيبقاو اعداد جد جد متقلصه. طيب هل يمكن القول انه تم التحكم في تفشي فيروس كورونا في جهه مراكش آسفي ام انكم لازلتم لنقول تتتبعون البؤر المنتشره في الاقاليم؟ بالنسبة للجهة ديال مراكش كنعتبروا بأن اليقظة الوبائية واقفة بحذافرها على تتبع جميع البؤر، ويمكن نقولوا بأن الحالة متحكم فيها لحد الساعة. طيب ماذا عن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التي تتوفر عليها الجهة؟ هل هذه الطاقة الاستيعابية لا تزال تتيح استقبال المزيد من المصابين أم أنها في الواقع الطلب عليها يفوق طاقتها؟ الآن الطلبات الاستشفائية متحكم فيها لأن الجهة وضعت لها الإشارة ديال جميع السكان وجميع المصابين
الاستشفائية بالجهة كلها بما فيها المستشفى الجامعي المستشفى الجهوي بجميع المؤسسات ديالو، والتي اقتضى الحال أننا وصلنا خدينا بعض المؤسسات الفندقية اللي كنقوموا بها متابعة المصابين إلى غاية الحصول على النتائج المخبرية. دكتور سمعاني، حتى نفهم بشكل أكثر دقة، هذه المؤسسات البديلة سواء كانت فنادق أو غيرها، هل يتم وضع فيها المصابين؟ في أي وضعية صحية يكون هؤلاء المصابين الذين يوضعون في هذه المؤسسات البديلة كالفنادق إلى غير ذلك؟ أولا عندنا جوج ديال الأصناف ديال المؤسسات الفندقية. المؤسسة الأولى وهي هي مؤسسة فندقية كتكفل بالحالات البسيطة اللي هي مشتبه فيها أو محتملة لغاية ظهور النتائج. بعد ما كتظهر النتيجة يقوم تحويل المرضى إلى المؤسسات الاستشفائية. عندنا مؤسسات فندقية اللي كتكلف بالمرضى اللي تشافوا اللي هما في فترة النقاهة، اللي كنقوموا بواحد المدة ديال المعاينة ديالهم واحد المدة من بعد، ومن بعد كاين المؤسسات العسكرية اللي هنا حتى هي كدعمتنا بواحد الأطر الطبية واحد الكاباسيتي ليتيغ مهمة، ولهذا كيظهر أن الكاباسيتي أوسبيتاليغ ديالنا في المتناول يعني. طيب هؤلاء الذين يتم شفاؤهم بعد فترة العلاج يذهبون إلى هذه المؤسسات من أجل التأكد لمدة أسبوعين أم كيف يتم تدبير هذه المرحلة؟ وبمجرد ما كيتعافى السيد وكيقوم بجزء التحاليل المخبرية اللي كتأكد أنه خلو ديالو من الفيروس، كيقوم تحويل ديالو واحد المؤسسة فندقية مصنفة اللي غادي يبقى فيها تحت المراقبة الطبية لمدة جوج ديال الأسابيع، ومن بعد كيلتحق بالمؤسسة ديالو بعد ما كياخذ جميع الاحترازات اللي غادي يبقى يستمر عليها، ما فيها التباعد الاجتماعي، استعمال الكمامة، استعمال المحلول الكحولي، وداكشي باش يمكن له يرجع للمجتمع ديالو في أحسن صورة. طيب دكتور، كيف يمكن أن يساعد المواطنون في التسريع بالخروج من هذه الأزمة سواء كانوا مصابين أو مخالطين أو أشخاص سليمين لحد الآن غير مصابين؟ شكرا على هذا السؤال المهم، لأنك كنت كنتظر هذا السؤال، لأننا في واحد الفترة مهمة، ولهذا كنتوجهوا واحد العدد ديال الرسائل من خلال المنبر ديالكم للساكنة ديال مراكش بواحد التفيئ مهم. اولا بالنسبه للشخص السليم اللي الحمد لله في بيئه سليمه، كنقول لهذا الشخص هذا زيد حافظ على البيت ديالك واستمر تطبيق الاجراءات الاحترازيه، تهويه البيوت، تعقيم بالماء وجافيل، ارتداء الكمامات، الخروج عند الضروره، وتفادي الاكتظاظ في الاسواق مع الحفاظ على مسافه الامان. اما بالنسبه للفئه اللي هي شويه حسينا بها متضرره من الحجر، هم الاطفال اللي تحت الحجر، فانا كنقول لهم كنعرفهم انكم توحشوا الاصدقاء ديالكم، توحشوا الاساتذه ديالكم، توحشوا اللعب والمرح، ولكن زيدوا صبروا. المهمه ديالكم انكم تنصحوا افراد العائله، اذا كان باباك خارج نصحوا يستعمل الكمامه وياخذ معاه المحلول الكحولي، اذا كانت ماماك خارجه تقدى لا داعي الا ما كانش في ضروره. اما بالنسبه للمصاب الله يشافيه اللي هو في المصالح الاستشفائيه بجهه مراكش اسفي، كنقولوا يلتزم بالنصائح الطبيه والبروتوكولات العلاجيه والتمييز بالطاقه الايجابيه، وبانك غادي تعود إن شاء الله متعافى العائلة ديالك والمجتمع ديالك الصغير. أما الشخص اللي هو محتمل إصابته في انتظار النتائج المخبرية اللي هو في مؤسسة فندقية، يقولوا لي تميز بالصبر والانضباط للأجواء ديال العزل، عدم الإحساس بالذنب خصوصا إذا كانوا أفراد العائلة مصابين، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولكن ما نسيناش واحد الفئة مهمة اللي هي فئة ديال الناس الحوامل، نساء الحوامل، اللي كيقولوا ما يتخلاش على تتبع ديال الحمل ديالهم وتزور الطبيب ديالها خلال المواعيد وتستعمل التدابير ديال الاحترازية. نسيناش واحد الفئة أخرى اللي هي اللي غادي تعاوننا حتى باش نخرجوا من هذه الأزمة هذه، وهما الناس اللي كيحتاجوا للاستشارة الطبية واللي كيحتاجوا لإجراء التحليلات الطبية. فهذوك كنقول لهم سيروا بالمواعيد، سيروا بالمواعيد والتزموا بالإجراءات والكمامة والمهمة اللي عندنا هنا اللي بغينا نشيروا لها من خلال المنبر ديالكم، وهو المهنيين والعاملين في مقرات العمل، يقولوا التزموا بتدابير المقتضيات اللي صدرتها وزارة الصحة بتنسيق مع رب العمل وطبيب الشغل فيما يخص التعقيم، تباعد، تفويج إلى آخره. شكرا جزيلا لكم الدكتور جواد سمعاني، الطبيب الاختصاصي في الصحة العامة، عضو الخلية الجهوية لليقظة الوبائية بجهة مراكش آسفي، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. يستمر كذلك ولتستمر كذلك
نسبة الشفاء في الارتفاع شيئا فشيئا، وتصل إلى حدود اليوم إلى 42.1%.